تمام، بيسجل كده. السلام عليكم يا شباب، نشرح ان شاء الله الكي بي اس دلوقتي للمحاضره التاسعه. نبدا نشوف، هتبدا تتكلم عن البلينينج، المحاضرات اللي قبل كده اللي هي الفول، باشمهندس احمد القرش شارحها، اللي هي الاف او ال. تمام، ممكن نبقى نبص عليها. هنبتدي بالمحاضره التاسعه البلينينج. الكلام ده عادي، كلام نظري سهل ينكر. يعني هنا مثلا بيقول لك البلينينج ده عباره عن ايه؟ بيقول لك دي مجموعه من الاكشن بتتنفذ عشان توصلني لجول معين. يعني لازم يبقى عندك بروبلم تنفذ عليها مجموعه من الاكشن هتوصل لجول. ايه هو ده؟ ده البلينينج عامه. والكلام ده عادي هنقراه يبقى مفهوم. البلينينج بقى بيقول لك انا عندي بيه. عندي إيه بروبلم؟ إيه بيبقى لها ستيت معينه، يعني بتبتدي بحاجه اسمها ستارت ستيت، تمام، وعايز اوصل لحاجه اسمها جول ستيت، ماشي، من خلال مجموعه من الاكشن. طيب يبقى عندي اكشن. طيب الاكشن ده عباره عن ايه؟ قال لك عباره بيبقى له اسم، تمام، بيبقى ليه حاجه اسمها بري كونديشن وحاجه اسمها افكت. تمام، الافكت اللي هيحصل، بمعنى قال لك انا عندي ستارت ستيت دلوقتي في مشكله عندي، بيقول لك ان انا عندي طياره هتبقى في مطار عايز انقلها لمطار تاني. نبتدي نشوف الستارت ستيت. قال لك الستارت ستيت بيقول لك بي 1 للطياره ايه؟ ار دي يو، يعني بي 1 موجوده في ار دي يو. بيقول لك ان البي 1 دي عباره عن ايه؟ طياره، ايه، والار دي يو ده مطار، وفي مطار تاني اسمه ار دي. الجول بتاعك عايز بي 1 تبقى في الاو ار دي. هننفذ ايه؟ قلنا عشان نبتدي من ستيت لستيت لستيت لحد ما اوصل للجول ستيت، بننفذ عباره عن اكشنز. طب ايه الاكشن؟ قال لك كان في اكشن عندي متاح اسمه فلاي. فلاي ده بياخد بي سورس ديسيشن. البي اللي هتبقى الطياره بتاعتك، والسورس والديسيشن ده من مطار للمطار. طب يعني دلوقتي من المفروض هكتب فلاي، تمام، بي 1 ار دي يو او ار دي. فكده يبقى فلاي بي 1 اللي هو الطياره، السورس ار دي يو اللي هو المطار الاولاني، او ار دي اللي هو عايز يروح ايه؟ ينفذ، اللي هو عايز ايه؟ الطياره تروح عنده. تمام، قلنا لازم يحقق البري كونديشن، يعني عمره ما هينفذ الاكشن ده غير لما البري كونديشن يكون متحقق. لو مش متحقق يبقى الاكشن ده ما ينفعش، هنشوف اكشن غيره. بمعنى انا عندي البري كونديشن هنا بيقول لك ايه؟ ان البي ديت اللي انت قعدت عنها تبقى في السورس، وهي فعلا البي 1 في الاو ار دي، وان البي تبقى بلين. تمام، البي تبقى بلين، ايربورت اللي هو السورس، الار دي يو مظبوط، الديستيشن ايربورت تاني. تمام، لو بصينا للبري البري كونديشن هو الستيت اللي انا كنت واقف فيه. اذا الاكشن ده هيتنفذ، لما انفذه هيوصلني لايه؟ لافكت. الافكت ده بيقول لك ايه؟ ان الطياره مش هتبقى في السورس، يعني مش هتبقى في الار دي يو، ايه، بس هتبقى في الديسيشن. تمام، هل الجول جزئيه من الافكت اللي حصل، من الستيت اللي انا وصلت لها ديت؟ ايوه جزئيه منه، يبقى اذا الجول هنا اتحقق. تمام، دي مشكله مثلا ثانيه. انا عندي اي بي سي 3 بوكس موجوده على تيبل كده، عايز اخلي ايه؟ الاي على البي على السي. يقول لك دي الحالات اللي عندك، ان الاي على التيبل والبي على التيبل والسي على التيبل، كلير اي كلير بي كلير سي، يعني ما فيش حاجه فوق الاي والبي والسي. الجول بتاعك اون اي بي سي. نبدا نشوف اللي هيحصل ايه. في اكشن هيحصل، الاكشن ده اسمه موف. تمام، موف بي تيبل سي، يعني هيحرك بي خلاها على السي. طيب ادي الستيت الزيرو عندي. هاجي الستيت الثانيه لما اعمل البي على السي، هيبقى حاجه اسمها الاي الاون اي تيبل هتخليها زي ما هو، الاون بي تيبل لا دي هتتغير بقى، ماشي، الاون سي تيبل هتبقى الاون ايه، ثواني بقى، البي احنا هنا صح نقلناها على السي على الاكشن هنا، يبقى اون بي سي. السي تيبل هتبقى زي ما هي، الاي كلير فعلا، البي كلير فعلا، السي لا، السي هنا مش كلير، ليه؟ فوقها البي، مش لازم نكتب كلير تيبل دي. تمام، نيجي ننفذ اكشن تاني، اكشن تاني ان احنا هنشيل الاي نخليها على البي، ماشي، نفس الكلام هنمشي عليه كده، البي مش كلير ورا السي كلير، بس الاي هتبقى كلير فعلا. طيب هل الجول جزئيه من الستيت اللي انا واقف فيها؟ ايوه هو فعلا جزئيه منها، خلاص يبقى كده الجول بتاعي اتحقق. نشوف مشكله تانيه. تمام، دي انواع ان شاء الله هندرسها دلوقتي، الستريبس والبي دي دي ال والاي دي ال، هندرسها ان شاء الله خلال الايه؟ الثلاث محاضرات الجايه ان شاء الله، ماشي؟ بلينينج لانجويج بالاول كده، يعني ايه بلينينج لانجويج؟ البلينينج اللي احنا عامه شرحناه ده كان عباره عن ايه؟ قال لك ستيرز ستيتس وجولز واكشن، زي ما اتفقنا الستيتس والجولز والاكشن. تمام، طيب الستيت دي بقى بتمثلها ازاي؟ زي ممكن تمثلها لوجيكال، تمام، او اف او ال، عادي طريقتين عادي. بس بيقول لك ان ما ينفعش في الستيت تحط متغيرات، لا ما ينفعش. لو رجعنا تاني كده، تمام، ما فيش هنا متغيرات خالص، دي كلها طياره وار دي يو كده اساميها. هنا الحاله ديت ما ينفعش، ما ينفعش مثلا تقول له فصل فريد الاثنين كده ات صد، ما ينفعش، لا هي حاجه مباشره، مفيش حاجه اسمها تجيب حاجه من حاجه، لا
الستيت لازم كلها تبقى صح. الحاجات دي ممكن تجينا ترو فولس ولا كده، بس قراءه المحاضره هتلاقي مفهوم اكتر ان شاء الله. تمام. الجول قال لك لازم يبقى ايه، جزئيه من الستيت زي ما شفنا في المثال فوق. ماشي. ده مشكله تانية، مثلا عندك طياره في مطار وطياره تانية في مطار تاني، عندك بي 1 في مطار ده والبي 2 في المطار ده، وبي 1 طياره وبي 2 طياره والاثنين دول مطار، عايز ينفذ اكشن عشان يوصلك للجول. تمام. عندي نشوف هنا الاكشن اسمه فلاي بي فروم 2. البري كونديشن قلنا الاكشن لازم يبقى له اسم، بري كونديشن افكت، ادي البري كونديشن بتاعه. ماشي. ادي ات بي فروم. تمام. لو قرانا ده هنلاقي هو هو نفس البري كونديشن هنا بالظبط. تمام بالظبط. اوكي اوكي. طبعا هتيجي تقول لي بي ايه، بلين بي دي طياره، والايربورت فروم وتو. تمام قشطه. والبي هتبقى ايه في فروم. طيب هتيجي هنا تقول لي ايه، طب في يعني كده عندي اثنين طياره وعندي اثنين ايربورت مش موجودين هنا ليه؟ لا انا قلت لك ان البري كونديشن لازم يبقى كله موجود هنا. الستيت بقى فيها اكتر من كده مش مشكله، بس المهم ان البري كونديشن يكون متحقق عندي. لو مش متحقق الاكشن ده ممنوع تستخدمه، لازم تستخدم اكشن البري كونديشن بتاعه متحقق. فهنا لو بصينا الاول طياره قال لك هنا انت تطبق اثنين اكشن، بي 1 جي جي كي جي اف كي اس اف او. طيب ماشي. هل البي، بص هنعوض بقى، بي 1 هي في الفروم اللي هو جي كي اف، اه هو موجوده فيها فعلا. طيب والبي 1 طياره، اوكي هنبص هنلاقي الايه، البلين البري كونديشن هنا متحققه في الحاله دي. تمام. فاذا الافكت اللي هيظهر هيبقى عندك ان البي مش في الفروم وهتصبح في التو، يعني البي من الاخر هتنين من المطار ده للمطار الثاني. تمام. اللي هو ايه زي ما ده كده مكتوب هنا، هيبقى مش هتبقى موجوده في جي في كي، هتبقى في الاس اف او. نفس الكلام لو طبقت الاكشن الثاني على الطياره الثانيه، يبقى انا كده بدلت ايه المطارين، يعني بدلت اقصد الطياره هنا وديتها المطار الثاني اللي كان، ودي هتيجي المطار كده. تمام تمام. ايه هنا بقى بيشرح المشكله وازاي تنفذها والكلام ده كله. تمام. إيه البي دي دي ال خلاص هنكمله ان شاء الله في المحاضره الجايه. ماشي. اتمنى تكون استفدت حاجه. شكرا.